انفي البانيه والشيش طاووق وتعالي النهارده نعمل طريقه فراخ حلوه قوي. طريقه فراخ بقى هتعجب اولادك، من النهارده مش هتعمليها غير بالطريقه دي. شوفوا بقى الجمال كده، تعمليها بقى سندوتشات، تعمليها جنب طبق طحينه وطبق مخلل، حاجه كده اخر حلاوه. شايفين التتبيله بتاعتها؟ لو اول مره تشوفيني اعملي متابعه وحطي اللايك واعملي سيف للوصفه واعملي مشاركه لكل اصحابك وحبايبك، عشان بجد الوصفه النهارده هتبهر اولادك. حاجه كده خطيره، من نص كيلو فراخ بانيه عملنا العظمه دي. يلا بينا نصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. اول حاجه كده انا معايا نص كيلو من الفراخ البانيه، طبعا انا نقعاها وغسلاها وكمان نشفتها كويس قوي. اجيب كده كيس من اكياس التلاجه، ابتدي كده يعني اخففها او ارفعها شويه، يعني انا مش عايزاها السمك بتاعها لا تخين ولا رفيع، ادوس بس كده على الاطراف بتاعتها عشان كلها تبقى ايه سوى واحد. ابتدي اخلص الكميه اللي معايا وهقطع كل قطعة كده لتلاتة أو اتنين حسب القطع بتاعها. أنا عايزة كده القطع كلها تكون بالطول. يساعدني أعرف بتتابعيني منين، والفيديو ده طلع من اسكندرية وصل لغاية فين. وريت تصلي على الحبيب المصطفى، خلينا نجمع حسنات واحنا شغالين. أول حاجة كده هاتي عصاية الشيش ودككي كده البانيه، شايفين بالطريقة دي. احط بقى قطعتين او ثلاثة او اكتر على حسب ما انت عايزه او على حسب عدد الافراد. انا النص كيلو بانيه ده تبارك الله كل عصايه شيش طاووق حطيت فيها اربع قطع بالشكل اللي انتوا شايفينه، عمل معايا 8 عصيان من الشيش طاووق، يعني تبارك الله الكميه كانت كويسه قوي قوي. تغيير بقى عن البانيه اللي كل مره نعمله او ان احنا نعمل شيش طاووق، فاحنا عايزين بقى نغير كده لاولادنا، نعمل حاجه تعجبهم. يا رب النهارده الفيديو كده يعجبكم، ويا ريت كده تصلوا على الحبيب المصطفى واذكروا الله، ويا ريت دعوه حلوه لاخواتنا واولادنا في فلسطين، ربنا يفك كربهم وييسر امرهم. شايفين بقى هنعمل كل الكميه بالطريقه اللي انتم شايفينها دي، ما بتاخدش معاكي وقت خالص. وبجد يعني الأكلة كانت حلوة قوي. أنا كمان النهاردة عملت جنبها كده حبة مكرونة وحبة سلطة وحبة طحينة، يعني كانت أكلة متكاملة كلها كده، ما كلفتنيش تقريبا 100 جنيه أو 120 جنيه، وكانت بالجمال اللي انتوا شايفينه ده، حاجة كده ولا أكل المطاعم. هنا بقى القطعة الصغيرة اللي اتقطعت مني أو اتفرفتت عملتها كمان كده زي الشيش طاووق في عصاية لوحدها. أنا لسه لا تبلت ولا عملت أي حاجة، أقولكوا على تتبيلة خفيفة وكمان موفرة. كان عندي نص كوباية كده من اللبن أو الحليب زي ما بنقول عليه في بعض الدول، أحط عليه معلقتين من الخل. انا عايزاه يكون بديل للزبادي، طبعا الزبادي بتديها طراوه كده وتخليها جوسي من جوه. احط لها معلقتين كبار من الدقيق، احط بقى معلقه صغيره من البصل البودر ومعلقه من الثوم البودر، واحط معلقه من البابريكا، واللي هنا السر يا جماعه معلقه صغيره مليانه من بهارات الكبسه ومعلقه شطه. اول حاجه كده بهارات الكبسه دي هي اللي هتديك اللون ده. بهارات الكبسه بتجيبيها من عند العطار، انا على فكره بعتمدها في تتبيله الفراخ، حلوه قوي قوي، فيها ميكس حلو قوي من مرقه الدجاج ومن الكاري والكركم والحبهان المطحون، فبجد يعني بتدي طعم في التتبيله، يعني بتوفر عليا توابل كتير. ابتدي كده اغلف كل ده كده بالبهارات دي، وحطيت رشه كمان من الزعتر، الزعتر بيديها ريحه حلوه قوي في التتبيله. ولو انت مش عايزه تستخدمي شطه بلاش الشطه، بس احنا بنحبه كريسبي شويه، ودي ليكي مطلق الحريه. اول حاجه كده خلطه هعملها كوبايه ونص من الدقيق، واحط نفس البهارات اللي حطيتها في التتبيله، بصل بودر وتوم بودر وزعتر
واحط كمان نص معلقة من الشطة، واحط كمان معلقة من بهارات الكبسة او البرياني. انا عندي هنا الخلطة التانية ده فيجيتار، بجيبه كده من عند العطار، في منه بارد وفي منه حار. ممكن تستغني عن خطوة الفيجيتار دي وتستعملي الدقيق بس المبهر. اول حاجة بحط في الدقيق، وبعد كده بشيله احطه في الخلطة دي او التتبيلة دي، وبعد كده بحطه في الفيجيتار. قلت لكم ممكن تستغنوا عن الفيجيتار، الفيجيتار ده مش غالي خالص يا جماعة. انا بجيب الكيلو من عند العطار ب24 جنيه، يقعد معايا فترة طويلة جدا، بس بجد بيفرق قوي في الطعم، اطعم من البقسماط واطعم كمان من الدقيق، لانه طبعا الفيجيتار بيدينا بيبقى متبهر تبهيرة حلوة كده، فبيدينا طعم احلى. بس لو عايزة تستغنى عنه ممكن تعملي الحركة دي في الدقيق مرتين، وهتديك ان شاء الله نفس النتيجة. اعمل نفس الكمية كلها بنفس الطريقة كده، على فكرة انا ممكن التتبيلة دي سيبيها ليلة كاملة، انا سبتها بس في التتبيلة لمدة ساعتين. بعد كده بقى طاسة فيها زيت بقى غزير، ولازم الزيت يكون سخن جدا. انا هنا حسيت الطاسة ضيقة معايا شوية، مش اخده الشيش طاووق كامل، فانا هقول لكم دلوقتي هعمل ايه. شايفين بقى الجمال واللون، انا بحطه على نار عالية الاول، وبعد كده بهدي النار وبرجع اعليها تاني عشان يستوي كويس. هنا صفيت بقى في طاسة اوسع شوية او جريل عشان عصيان الشيش طاووق، كنت بكسر الحروف بتاعتها عشان خاطر تيجي في الطاسة، فهنا بقى احطها كده بطولها، هتدي شكل احلى ان شاء الله. اول ما تاخد لون بقلبها، شايفين بقى الجمال. ما تصلوا على النبي يا اولاد، عليه افضل الصلاة والسلام. اكتبوا لي بقى كومنت حلو كده، كومنتاتكم بجد بتبسطني، وانا كده بحب اقراها، واحب طبعا ارد عليها كلها، لان كلكم طبعا اخواتي وحبايبي، ربنا ما يحرمني منكم ابدا. الحب عن ظهر الغيب افضل حاجه في الدنيا. جبت بقى بصلايه صغيره وطماطمايه وعودين كده من البقدونس، احط لهم رشه كده من السماق، واحط رشه من الملح، ودي كده هفرشه من تحت كده، تحت الفراخ الخطيره اللي عملناها النهارده. ابتدي بقى كده اقدمها بشكل حلو. شايفين بقى الكمية اللي طلعت معايا، كمية حلوة قوي. وكمان عملت طحينة كده موفرة، طحينة المطاعم، هنزل لكم ان شاء الله اللينك بتاعها. شايفين الشكل والمنظر. كمان لو عندك عزومة نص كيلو بانيه هيعمل لك طبق محترم كده ابن حلال، بالشكل والجمال اللي انتوا شايفينه ده والطعم بتاعه، اقسم بالله العظيم يا جماعة يعني تحفة بجد بجد، جميل قوي، متشرب من التتبيلة حاجة حلوة قوي، الكفر متماسك زي ما انتوا شايفين. عايزة تعملي بقى كده شوية رز كده بالخلطة، عايزة تعملي مكرونة، عايزة تاكليه بالعيش، في اي حاجة شغال. شايفين بقى سندوتش زي ده، شوفي بقى لو رحت المطعم هتاكليه بكام. اترككم في رعاية الله وأمنه.